بيراميدز وسموحه يا جيمي عندهم دوافع مختلفه، كل واحد منهم عايز حاجه من اللقاء ده. بيراميدز بيحاول يعني يمسك في اي فرصه، وسموحه لمس المربع الذهبي وتراجع، فده معناه ان الاثنين النهارده هيلعبوا على الفوز. اكيد اكيد لازم الاثنين يلعبوا على الفوز، خصوصا كمان بيراميدز. بيراميدز عايز يفنش حتى لو ما لحقش الزمالك، لان هو برضو اكيد مستني مباراه الزمالك النهارده طبعا. يعني اعتقد ان الزمالك ماشي بشكل جيد جدا، هو هيفضل عايش على الامل لحد ما الحسابات خلاص تقفل بالظبط. يعني ففي الاخر الامل برضو بالنسبه له ان انا افنش في المركز الثاني، يعني ده اهم على الاقل ما يتخدش مني تاني كمان. بالظبط كده. فدي نقطه مهمه. سموحه برضو خلي بالك لعنه مباراه الاهلي لسه بتطرده جد لحد النهارده ابو العلا.